تخيل معايا انت ولا انت سافرتي مع الوالدين ديالك، ملي جيتي ما لقيتيش خوك في الدار، وملي دخلتو لبيتو اشنو لقيت؟ هادشي اللي طرا للعائله ديال برونو بوركس، واحد الطالب ديال الفلسفه اللي عنده 23 سنه وكيسكن في البرازيل. دري ناضي زوين ديال بصح كيقرا مزيان، وكان عايش الحياه ديال الرفاهيه حيت الاب ديالو كان راجل اعمال، وكان ديما كيجي هو الاول في الجامعه ديالو. الدري دوز السنه ديالو الاولى في الجامعه كيقرا مزيان كلشي، هو هذاك المشكل اللي غيوقع هو في السنه الثانيه ديالو في الجامعه. الدري ولا متوحد، يعني مابقاش كيجمع مع دارهم، مابقاش كيتلاقى مع الدراري صحابو، ولا كيعمر بزاف في بيتو بوحدو، لدرجه انه تقريبا عنده اكثر من 50 كتاب في بيتو كيقراهم، وقليل فين كيخرج من البيت ديالو، لدرجه العائله ديالو كيتخلعوا عليه بزاف ديال المرات. ولكن هادشي بطبيعه الحال ما غاديش يخلي العائله ديالو انهم يسكتوا. استغربوا، مشات الوالده ديالو سولته وقالت ليه شنو ولدي، علاش كتبقى تغبر، علاش كتبقى دير بحال هكا؟ قال لها الوالده عندي واحد البروجي اللي غادي يغير المسار ديال الكره الارضيه، غيغير الحياه يعني بشكل بزاف. وقال لها هاد النظريه وهاد التفكير اللي عندي دابا غيكون شي حاجه اللي واعره بزاف. الوالده ديالو قالت في خاطرها انه هادشي ماشي مشكل، يعني انه كطالب ديال الفلسفه يقدر يكون شي تفكير فلسفي ولا شي نظريه يقدر يطبقها في ارض الواقع. قالت ماشي مشكل، يعني ما استغربتش بزاف. الدري زاد توحد بزاف بزاف، ولا كيدوز وقت بزاف في بيته، ما كيتلاقاش مع العائله ديالو، ما كيخرجش من الدار، ما كيخرجش من بيته، لدرجه البيت ديالو دار فيه الساقطه وما كيخلي حتى واحد يدخل عنده. من بعد ما دازت واحد المده اللي طويله بزاف، مشى برونو عند الام ديالو وطلب منها واحد المبلغ ديال الفلوس، وغيولي كل اسبوع كل يوم كل مره كيطلب منها الفلوس وغادي وكيزيد. الام ديالو استغربات، قالت شنو طاري، ولا كيطلب من الدراري صحابو الفلوس، ولا ديما كيطلب الفلوس من عند اي واحد. مشات عاوتاني الوالده حيت استغربات ديالو، مشات الوالده ديالو عنده قالت ليه شنو كدير بهاد الفلوس؟ قال لها الوالده ديالي غير ارتاحي، ان شاء الله غيكون واحد البروجي اللي واعر بزاف وغيعجبكم تانتوما. واحد النهار غادي يجي عندها وغيطلب منها واحد المبلغ اللي هو هائل، واحد المبلغ ديال الفلوس اللي هو كبير بزاف بزاف. قالت ليه ولدي انا ما نقدرش نعطيك هاد المبلغ، سير شوف لك شي اونتربريز ولا شي شركه، شي سبونسور يمولك، باش الا كان هاد البروجي هذا زوين يقدروا يمولوك وتقدر تنجح في البروجي ديالك. ولكن برونو قال لها لا، قال لها هاد البروجي هذا سر ديال بصح ما بغيت نعاودو لتا واحد من غير كنتي. سو الام ديالو شنو غادي دير؟ طبيعه الحال غادي تقول لي تكالما، غادي نعطيك انايا الفلوس وعاوناش بشويه ديال الفلوس. من بعد هادشي واحد شويه دخل البيت ديالو، قال الوالده ديالو تسنيني هنا، دخل وجبد جوج ديال الكشوبه. ملي خرج من بيته جبد لها جوج ديال المجلدات، واحد سميتو الرقم واحد وواحد سميتو الرقم جوج، وراهم ليها. بدات كتقرا فيهم ما فهمت حتى حاجه الام ديالو، حيت بطبيعه الحال ما غاديش تفهم الوالده ديالو والو، وشافت واحد الرموز اللي هما ما مفهومينش. ملي شافت هادشي قالت ليه شنو هادشي يا ولدي؟ في نظركم شنو؟ قال ليها هذا هو البروجي اللي خدام فيه، اللي هو بروجي كبير كبير بزاف، وهادشي باقي يلاه جوج كشوبه. وقال لها باقي بزاف، باقي ليا البروجي كبير وباقي خصني نكملو. قالت في الخاطر ديالها واش انا كنعطيه فلوس باش يمشي يكتب ليا كشوبه؟ ما جاتش. المشكل الكبير هو انه هاد الكشوبه اللي كيكتب ما مفهومينش، فيهم رموز ما مفهوميش، ماشي بشي لغه اللي هي بديهيه. سو الام ديالو قالت لي اخر مره غادي تجي تطلب من عندي الفلوس، سير دخل البيت ديالك وكمل البروجي ديالك. هادشي اللي دار برونو، دخل البيت ديالو ما بقاش كيبان تماما، مره جوج في الشهر اللي كيبان. سو خبر ديال بصح. جات العطله الربيعيه، العائله ديالو كلها سافرات، قالوا لي اجي معنا. قال لهم لا راه عندي البروجي ديالي خصني نكملو، غير سيروا سافروا حتى تجيو. سو العائله ديالو سافروا تقريبا، دوز واحد 25 يوم سافروا، دوزوا الانحاء ديال البرازيل، مشاو ليهم داروا فيهم. ملي دخلوا للدار تسناو برونو انه يجي يسلم عليهم، تسناو تقريبا اكثر من ساعه، قالوا هذا راه يكون مسخر، يكون خارج مع الدراري صحابو، لدرجه اكثر من ساعه ولا اكثر من ساعتين ما هبطش عندهم برونو. واحد اللقطه بداو كيعيطوا برونو اجي سلم علينا، واش ما غاديش يجي يسلم؟ والو ما بانش، الدري ما كيبانش كاع، لدرجة أنه ما كاينش الحس ديالو تماما في الدار. واحد شوية مشاو البيت ديالو بداو كيدقوا، والو ما كيجاوبهم حتى واحد. سو الأخ ديالو اضطر أنه يفرع البيت ديالو، حيت البيت ديالو فيه ساقط، سو ما غاديش يقدروا أنهم يدخلوا غير عادي. ملي دخلوا البيت ديالو تما غيتصدموا ديال بصح. انتوما تدهشرتو وما فهمتو والو، بحال العائله ديال برونو تمثال منحوت وسط من واحد الدائره خماسيه، والحيوطه كاع عامرين مكتوبين بدوك الرموز اللي ما مفهومه منهم حتى حاجه. وهاد الرموز انا كنقول انهم راجعين للحضارات اللي قدام. اهم حاجه تما هي 14 كتاب مكتوبين وملصقين فيهم واحد الاعداد اللي هما بالحمر، اللي راجعين للحضاره اليونانيه كما قلت لكم. تخيل معايا انت غادي تدخل البيت ديال خوك ولا اختك وغادي تلقى داكشي محطوط فيه، راه غادي تهشر، غادي تخلع ديال بصح، الدمار الشامل. داكشي اللي طرا للعائله ديال برونو، ولكن اكثر حاجه كيفكروا فيها هي الابن ديالهم فينا هو، برونو فينا هو، ما بانش في الدار، لدرجه انهم خرجوا يقلبوا عليه في الزنقه، مشاو عند صحابو، مشاو عند اي واحد كيعرفوا، ولكن والو ما لقاوش. بقى لهم حل واحد، في نظركم شنو هو؟ غادي يمشيو يبلغوا به عند البوليس. ملي مشاو عند البوليس شرحوا لهم القصه كامله، البوليس حلوا الملف وبداو كيقلبوا على برونو في الانحاء ديال البرازيل، او لا اكثر دقه في الانحاء ديال المدينه ديالو. ملي تطورات القضيه
ديال التقلاب على برونو قلبوا التسجيل ديال الكاميرات اللي كاينين في الانحاء ديال الدار ديالو. غير لقاو في واحد الكاميرا منهم التسجيل ديالو غادي كيجري بحال شي حمق ما تابعو حتى شي واحد، غادي كيجري غير بوحدو. البوليس كملوا التحقيق ديالهم في هذه القضيه، لقاو برونو انه ركب في واحد الطاكسي مشى لواحد لوطي اللي هو بعيد بزاف بزاف على المدينه ديالو. صومشوا عند مول الطاكسي وسولوه قالوا ليه فين ديتي برونو، قال لهم ديتو لواحد لوطيل اللي هو خارج على المدينه، حطيتو غير حدا يعني ماشي دخل لوطيل، حطيتو حدا لوطيل ومشيت فحالاش. مشاو للوطيل سولوهم وقالوا لهم واش دوز عندكم هاد الدري هذا شي ليله ولا واش بان عندكم هنا في لوطيل. قال لهم لا ما بانش لينا كاع. واحد جوج خدامين في لوطيل ملي شافوا التصويره ديال برونو قالوا لهم انه شافوه غادي في الاتجاه ديال الغابه اللي حدا لوطيل، غادي كيجري بحال شي حمق وغادي كيغوت غير بوحدو وما تابعو حتى شي واحد. مشاو البوليس داروا جوله استكشافيه في ديك الغابه اللي حدا لوطيل، الطامه الكبرى هي عرفتي شنو غادي يلقاو، اربعه ديال الكراسه بيضين وكرسي واحد الاحمر، والوسط ديال دوك الكراسه كاين واحد الشعاله بحال تقول الاثار ديال واحد الخشب كان محترق. القصه ديال الاختفاء ديال برونو انتشرت في البرازيل كامله، كلشي غيعرف الاختفاء ديال برونو. ويجي واحد المره خياطه عند البوليس ملي شاف داك الاختفاء ديالو، قالت لهم جا عندي وقال لي خيط عليا واحد الثوب اللي هو تقريبا نشوفو كيفاش داير، وقالت لهم بلي ديك اللبسه اللي قال لي خيط عليا ما عمري شفت بحالها من قبل، كنشوفهم غير في الافلام الامريكيه ديال استحضار الشياطين والطقوس الشيطانيه. البوليس البرازيل عياهم يقلبوا على برونو، سو في الاخير خرج واحد التقرير انه برونو ما تختطفش، انه هرب بمحض الاراده ديالو وهو اللي خرج وما اختطفوا حتى شي واحد. ادله كامله كتشير انه برونو ما طرات ليه حتى شي حاجه، ولكن برونو ما سالاش هنايا، القصه ديالو حبسات، التحقيق ديالو حبس، وهو ما عمره باقي رجع للدار. من بعد خرج واحد الفيديو في واحد لاشين يوتيوب اللي هي شين مجهوله وحتى واحد ما كيعرفها. هذا الفيديو هذا فيه واحد الاصوات اللي غريبه بزاف، وفي التصويره ديال الفيديو فيه واحد الجداول اللي هي ديال استحضار الشياطين وديال داكشي ديال السحر والشعوذه اللي كاينين بحالهم بحال هاد اللعيبات اللي قلت لك كاينين في الفيديو، كاينين بحالهم في كتاب شمس المعارف الكبرى اللي بطبيعه الحال غادي تكونوا نتوما عارفينه وعارفوا كل شيء. صوت في الشكل ديال بصح، وعلى حساب بزاف ديال الناس كيقولوا انه هذا الشيء كان في الكتاب ديال شمس معارف كما قلت لكم. الاهم من هذا الشيء كامل هو الديسكريبشن ديال الفيديو، شنو مكتوب في الديسكريبشن، شنو محطوط فيها. كاتب واحد اللغه اللي هي ما مفهوماش، تقريبا بحال داك الشيء اللي في الحيوطه ديال البيت ديال برونو، حتى حاجه مفهومه في ديك الديسكريبشن. سو قدروا انهم يفكوا بعض الرموز اللي راجعين للحضارات اللي هما قدام، ولقاو واحد التسجيل صوتي خليكم تسمعوا. I'm safe, I'm somewhere safe from evil, and I'm belonging where I wanted to belong. خوت كانت هذه اخر حاجه غادي تسمع على برونو، غبر بمره ومره.